بتأكيد في مشابه الرئيس المنطقة والأخ المحافظ والأخ الوكيل والمرافقين بزيارة جبهة الضالع، وسعدنا كثيرا ما حصلناه من جبهة الضالع، ونقل لهم تحية القيادة السياسية المعتلة بالفخامة الأخ الرئيس رشيد العالمي وأعضاء مجلس الرئاسة جميعا. وللأمانة سعدنا جميع ما شفنا من تلاحم ومن جاهزية حالية ولدى القوات ورجوله والتواجد الكبير الموجود في الجبهة، وهذا إنما يدل على انضباط القادة وعلى تلاحمهم وعلى حبهم لقضيتهم. وطبعا احنا تكلمنا مع الأخوان القادة على التغيير الذي حصل في الرئاسة، ووحد جميع فئات المجتمع، جميع القوى المونة وأهل الحوثي، وتوحدت على تحقيق النصر واستعادة الوطن بشكل عام ونبذ الخلافات. وللأمانة أنا أتكلم بها أني لقيت هذا، سبقونا أهل الضالع كثير جدا في هذا المجال، فلقينا من القوات الشرعية، لقينا الاتقاليين، لقينا من الحزام، لقينا من كل المكونات، كلهم المقاومة أيضا، وكلهم على قلب رجل واحد، وهذا الحمد لله، ونشكرهم على تفانيهم وعلى حبهم البعض، وهذا هو الذي حقق النصر دائما بهذا الشيء. ماذا عن الخروقات المستمرة للميليشيات الحوثي؟ كيف ترون أنتم مثل هذا؟ دائما الخروقات مستمرة، وإحنا دخلنا في عملية سلام مع الحوثي وهدنة، ونتمنى أن يستمر السلام، لأنه إحنا دعاة سلام، لسنا دعاة حرب، ولسنا وكلنا كنت أنا والأخوة نتكلمنا إحنا قلنا والله يؤلمنا حتى ما يحدث من قسلة في الطرف الآخر، لأنهم في الأخير هم أبناء الشعب اليمني وهم أخواننا، والحوثي يقرر بهم ويدفعهم إلى الجبهات وباسم تارة باسم ضد التدخل الأجنبي، وتارة ضد القاعدة، أو تارة، وتعرف أنتم أنه ليس نحن جيش واحد. وأنا حقة الأمر أول مرة ما زور عدن وزور الضالع من ذو تعين، ولكن أنه ما يشتغل ما يثلج السطر أنك تلقى هذا التلاحم بين الناس كلهم، وفاهمين كل الدسائس وكل المؤامرات التي تحك الطلبة بألد بأسماء مختلفة بإشعارات مختلفة من قبل الحوثي أو غيره. شكرا جزيلا. باقي فضل حسن حياك الله. باقي المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هذا العولق يشوفوا. بسم الله وحزان وحور. نشكر. فينو فندم فضل الله يكرمك. فندم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم من تسمي وحدات جبهة محور مريس، نشكر معالي الأخ وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي والوفد المواكب له مع يعني قائد المنطقة ومحافظ المحافظة ورئيس العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية، نشكرهم جميعا.